متعلقة بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بعضهم يقول إذا ثبت التعظيم يعني لشيء فصور هذا التعظيم ليست بتوقيفية، يعني مثلا تعظيم للمصحف فبعد ذلك تجليد المصحف، تغليف المصحف، رفع المصحف، عدم مد الرجلين إلى المصحف، هذا ليس توقيفي. ولذلك ورد عن بعض السلف مثلا تعظيم العلماء كان لا يمد مثلا قدميه تجاه بيت شيخه، مثلا لا يركب في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذه الصور ليست توقيفية، الأصل فيها الجواز، فبالتالي ثبت تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعظمونه، فكذلك الصور والآثار هذه كلها الأصل فيها الجواز، يجعلها من باب العادات ليس من باب العبادات. فإيش الرد على هذا الشيء؟ أي بس الرد على الشبهة هذه، لأنه يقول إذا ثبت التعظيم لشيء من الأشياء الواردة في سواء تعظيم المصحف أو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الصور ليست توقيفية، ويضرب أمثلة الواردة عن بعض السلف يعني في تعظيم بعض الأمور، كتعظيم مثلا لا يمد قدميه تجاه بيت شيخه، يقول هذا من باب التعظيم وهو صورة ليست توقيفية، تقبيل المصحف، تجليد المصحف، هذه الصور يقول ليست توقيفية، هي من باب العادات. فيقول كذلك كل تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن يدخله في العرف في باب العادات، فالأصل فيه الجواز. هذه الدعاوى تعادل أصولها، التعظيم قد يكون صحيح وقد يكون باطل، قد يعظم الشيخ تبرك به وبالسجود له هذا تعظيم، وقد تفعل بدع بدعوة تعظيم القرآن وأمور كثيرة، فالتعظيم لا بد أن يحرر. هل هذا التعظيم مشروع أو غير مشروع؟ إذا كان مشروع فالاتباع في كل ما شرع، إذا كان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مشروع فلا بد أن تكون الكيفية التي تسلك في تعظيمه مشروعة، مو صحيح. ثم هذه الدعاوى التي يذكرها أن لا يمد يعني قدمي اتجاه بيت شيخه، هذه الأمثلة وبعض الشطحات الموجودة في كلام المتقدمين ما هي أصل، الأصل الشرعي. صحابة يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يعظمونه؟ يعظمونه التعظيم الشرعي، وتعظيمهم يرجع إلى الأصول الشرعية، وكذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الكعبة، تعظيم المصحف، هذا غير صحيح. لو قيل بهذا لكان كل الآن من الذين يذبحون لغير الله ويطوفون بالقبور يذبحون لها، هذا تعظيم، والتعظيم غير توقيفي مشروع، ما وجد الشرك إلا بهذه الصور. فالتعظيم إذا كان مشروعا لا بد أن يوجد الدليل على الأصل وعلى الكيفية. هنا يأتي التنبيه على البدع الإضافية، البدع الإضافية أصلها مشروع لكن الكيفية التي تسلك فيها مبتدعة، وهذا مؤكد للكلام الذي قلت أن هذه البدع الإضافية إنها ما درست، وإلا من عرف أصل هذه المسألة يستطيع أن يرد عليه. فإذا كان التعظيم مشروع لابد أن تكون الكيفية مشروعة، أن هذا الدين ما ترك للناس أن يعبد الله عز وجل بأهوائه، ولا شك أن أعظم تعظيم هو تعظيم المخلوقات لخالقها، ومع هذا ما جعل الله التعظيم لله عز وجل لعقول الناس، فلنا عبادات نفعلها لله عز وجل، أن تسجد لله، أن تذبح لله، أن تدعو الله، وما أمر الإنسان أن يعذب نفسه يقف في الشمس تعظيما لله أو يقتل نفسه ويقول تعظيما لله. تعظيم المشروع لا بد أن يدل الدليل عليه، والسلف عظموا النبي صلى الله عليه وسلم، سلكوا مسلك السلف. هل أحد فعل المولد؟ هل أحد احتفل بمولده؟ فهذا يرجع إلى الأصل، أن يقال التعظيم إما أن يكون مشروعا أو يكون محرما، والمشروع لا بد أن تعرف الكيفية كما دلت الأدلة على الأصل. نحن نحتاج إلى دليلين،
دليل على أصل المشروعية ودليل على الكيفية. الصلاة مشروعة، هنا الدليل على أصل مشروعيتها، ثم بعد ذلك لا بد من الدليل على الكيفية. صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم. هذه ترجع إلى أصولها. نحن لا نسلم أن هذا التعظيم أنه يرجع إلى العادات، بل هو نفس المبتدع بهذه الصورة هو يعبد الله، وثم يقول بعد ذلك أن هذه أمور لا ترجع إلى التوقيف. نعم. والسؤال الثاني، نحن من روسيا، الروسيا أصدرت قرار أن يأخذوا الرجال إلى الحرب، إذا نحن نأخذ إلى الحرب إذا نموت هل يكون شهيد أو حرام أو ميتة العادية؟ المازنية في الحرب العالمية الثانية، وركز فيه على استخدام ألمانيا للإسلام، كما وذكر مراجع ووثائق كثيرة. كان من الذي شغل بال الناس في ذاك الزمان كيف نقدم هتلر الحرب العالمية الثانية، هل هو نبي ولا هو مهدي؟ مهدوية تشتغل المهدوية. وذكر بعض الأشياء التي فيها علامات إشراف الساعة، ومن أعجب ما قرأت في هذا الكتاب أن رؤية حامل مفاتيح المسجد النبوي مرتبطة بدعاية إعلامية الهتلرية، وكتبت هذه الرؤية من أجل نشر الإسلام في شمال إفريقيا. أول ما ظهرت هذه ظهرت في الحرب العالمية الثانية، وذكر نفس الكلام الذي نعرفه الآن، الرؤية اللي كتب فيها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الشيخ أحمد. فالشاهد الإسلام. الشيخ أحمد اسمه. عفوا. كان اسمه الشيخ أحمد. الشيخ أحمد. هذه يعني الرؤية كانت في الحرب العالمية الثانية. يعني بدأت في الحرب العالمية الثانية. الشاهد من هذا الإيراد، وذكروا أشياء عجيبة. ذكر أن بعض المناشير فيها أخبار عن أشياء مستقبلية من صنع الدعاية الألمانية، ووزعت منها ملايين النسخ، ودراسة كما يقولون في التعبير اليوم، وبعد 50 سنة الأوراق تتكشف والأسرار ما تبقى أسرارا إلى آخره. الشاهد من إيراد هذا الكلام أن الدول ما زالت تستخدم الإسلام على ما يرغبون. الذي صنع ورسم العلاقة بين المسلمين والكافرين وبين المستعمر
واستقرت في أذهان الناس شكيب أرسلان وجماعة ساعدوه، ومن أجل مساعديه محمد رشيد رضا محب الدين الخطيب نقيب الهلالي، رسموا هذه العلاقة. الكفار الآن يجهدون أن يرسموا علاقة جديدة وأن يملوهم الإسلام الذي يرغبون، وأن لا يبقوا هم يظهرون على أنهم في معاداة للإسلام. فالكفار يعملون على استخدام الإسلام، حرب أوكرانيا مع روسيا، روسيا فزعت للإسلام ورخصت أشياء كانت ممنوعة، أوكرانيا فزعت للإسلام، وهذا يقاتل في سبيل الله وهذا يقاتل في سبيل الله. القتال هذا هو مفردة من مفردات كثرة القتال في آخر الزمان، كثرة الهرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أي نعم. ثم في رواية عند أحمد أن الهرج أن يقتل الرجل وأخاه، كذلك أن يقتل المسلم المسلم، هذا من علامات الساعة. والجامع بين أشراط الساعة أنها ما كانت معروفة في زمن السلف الصالح. فالشاهد بارك الله فيك، الأصل ألا يقاتل المسلم المسلم، ولا يقاتل المسلم تحت راية عمية. من قاتل تحت راية عمية فمات فبيتته جاهلية، فكيف يقاتل تحت راية كافرة وراية ظاهرة الكفر؟ فهم يريدون من الإسلام أن يخدمهم، والأصل في الجهاد أن يخدم الإسلام. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فالشاهد بارك الله فيك، يحرم على المسلم أن يقتل أخاه، ويحرم على المسلم أن يعتقد أن هنالك نص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحرب بهذه الكيفية بهذه التفاصيل بين هذه البلدة وتلك البلدة ورد فيها شيء. إذن هو مفردة من مفردات الجهاد، مفردات القتال وكثرة القتال في آخر الزمان. هذا وضعه.